موضوع مشترك بيجمع بين أكثر من مسلسل رمضاني لهالسنة، وهو موضوع قراءة الفنجان وأيضا التبصير. هالعادة طبعا موجودة في بعض المجتمعات، الناس بتمارسها من باب التسلية بين الأصدقاء أو الجيران بعد شربهم للقهوة. والناس كمان السنة دي اختار بعض المخرجين أنهم يستخدموا التبصير كأداة بتخدم رؤيتهم الإخراجية من ناحية إعطاء المشاهد تلميحات محددة عن مسار الأحداث ومصير الشخصيات في العمل. ومن بين المسلسلات اللي ظهرت فيها بصارة بتكشف عن أحداث المسلسل هو سوق الحرير، وشفنا مشهد بيجمع بين أم عمران وبصارة كانت بتقرأ لها الفنجان وقالت لها هتسمعي ببشارة ولكن هتسبب مشاكل كتيرة. والمشهد ده كان قبل رجوع الذاكرة لغريب بعد ما عرفته بمقتل زوجته. تعرفوا شو بيقولوا؟ بيقولوا اللي بيعرف يبصر للناس ما بيعرف يقرأ الفنجان لحاله. والله أنا ولا بعرف هذا من نفسه أصلاً تفسير أحد. بكل أحوال يعني هذا حالة يسرى بمسلسل خيانة عهد، لأنه هي كسرت القاعدة واستشفت شوية أحداث من اللي بدها تصير مع عهد، هو اسم شخصيتها بالمسلسل مثل ما صرتوا تعرفوا. فمن الحلقة الأولى لمسلسل خيانة عهد بيتبين إنه شخصية عهد اللي بتلعب دورها يسرى عندها موهبة قراءة الفنجان من صغرها، وفي كل مرة بتتحقق رؤياها. أنا ما بثقش فيك وبثق في الفنجان بتاعي، طلعتني مجنونة ومضروبة وبجري ورا الخرافات والفناجيل. والله العظيم ما ممكن تقصد، والله ما كان قصدي خالص. واكتشفت مؤخرا ان ابنها غير صادق معها وبيعاني من مشكله كبيره وهي الادمان على المخدرات. في ايه عاد؟ في ايه؟ في ان البيت ده كذاب وبيعرف نفس اوساخ زيه، بقاله 4 أشهر بياخد الهباب ده. وبكذا تبين انه التبصير رح يغير مجرى حياتها العائله، وهالشخصيه ما كانت الوحيده اللي رح نشوف انه التبصير غير مسار حياتها. فشكلها كارمن اللي بتلعب دورها ستيفاني صليبة بمسلسل الساحر اصيبت بصدمه كبيره لما خبرها عابد فهد اللي بيلعب دور البصار مينا انه زوجها بيخونها مع اقرب صديقاتها. شو شفت؟ احكي. في وحده ثانيه. وطرحت ستيفاني على صفحتها الخاصة على إنستغرام سؤال لجمهورها بخصوص موضوع التبصير اللي صار مثير للجدل بالفترة الأخيرة. أنتوا بتصدقوا التبصير؟ كل ما عطيت الناس جواب صحيح رح يطلبوا منك أكثر. وحتى التبصير كان حاضر في الحلقة الأولى من مسلسل هوس لما بتطلب هبة طوجي من أم سارة إنها تبصر لها، وبيتغير وجه أم سارة تأكيدا للأحداث السيئة اللي رح نشوفها خلال هالمسلسل. شوفي أم سارة، في شي مش منيح؟ وهذا كان المشهد الأخير من الحلقة الثانية من مسلسل البرنس لما بتزور فدوى اللي بتجسد دورها روجينا أحد النساء المعروفين بالسحر والتبصير عشان تعطيها حماية لها ولزوجها. جوزي عنده ود وبت من مراته الثانية، أنا يا أختي اللي الوكسة حط علي.